المخلوفي مدير مهرجان مواسم خالده. مهرجان مواسم خالده في الدوره الثانيه دائما مخلص لنفس التيمتين الوطنيتين المتعلقتين بالمسيره الخضراء المضفره وعيد استقلال المجيد، والتيمه الدينيه التي تستلهم ميلاد خير البريه محمد صلى الله عليه وسلم. في الليله الاولى عشنا مع فرقه مشاعل بقياده البشير بن يحيى ومع المطربات والمطربين ايمان بن يحيى ونجم دبويس عصام سرحان وابنة الحاج خريجة ستوديو لوزان واكس فاكتور ايمان تركي والنجم الجميل في الموجة الجديدة زكريا الغفولي. اما الليلة الثانية فكانت عبارة عن سفر روحي من توقيع عندليب المادحين سعيد بالقاضي. الليلة الثالثة والأخيرة هي العربي المرابط بقيادة الفنان محمد العروسي بمشاركة المع العازفين والمنشدين المتميزين، أخص بالذكر المنشد عبد الفتاح بن نيس وأيقونة الملحون سناء مرحتي والشريف تهامي الحراق. في كل ليلة هناك لحظة وفاء خاصة بالذين أسدوا خدمة جلة للفن في طنجة. في اليوم الأول تذكرنا العازف محمد البراق، في اليوم الثاني المادح للجناب المحمدي سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني، وفي اليوم الاخر المعلم الكبير محمد العربي المرابط. هذه الدوره عرفت ايضا عرضا تاريخيا قدمه الاستاذ محمد رشيد السولي ومعرضا للصور منها رواق ذاكره متعلق بالصور للمناسبات الوطنيه ورواق وفاء خاص بالمكرمين.